أعلنت جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن هجوم أوقع 29 مصابا منهم 6 من عناصر الشرطة في منطقة شبرا الخيمة بالعاصمة المصرية القاهرة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن انفجارا نفذ بواسطة سيارة مفخخة فجر اليوم قرب مقر الأمن الوطني في حي شبرا الخيمة شمالي العاصمة. أوضح أن منفذ الهجوم تمكن من الفرار مستقلا دراجة نارية. وجاء في بيان لتنظيم ولاية سيناء عبر تويتر أن العملية جاءت ردا على تنفيذ حكم بالإعدام بحق 6 مدانين بالانتماء في القضية المعروفة باسم خلية عرب شركس. احنا واقفين الساعة 2 إلى 3 بالظبط، واقفين في الإشارة بتاع المؤسسة، والإشارة قافلة علينا قدام أمن الدولة. فجأة لقينا دخنة بيضة وحاجات بتنفجر وحاجات بتطير علينا، والإزاز بتاع العربيات كله بيتكسر علينا، ما احناش شايفين أي حاجة. عادي، احنا صارين في البلكونة وما فيش أي حاجة، وفجأة لقينا انفجار زي ما انت شايف كده. يعني الواحد في ساعتها بيداني ما حدش سامع حاجة، يعني حتى أنا صوت ولادي مش سامعهم، وفي ثانية لقيت الدنيا خربانة زي ما انت شايف كده. الدنيا كلها اتدمرت، ومش أنا لوحدي، العمارات كلها واللي حوالينا كلهم وناس، والحمد لله إن جت لغاية كده.